اغنم العيد يا حبيبي ودعني أرشف الثغر مرة تلو مرة. هي قصيدة ملحنة ومغنة بصوت الفنان الكبير السنيدار، أضيعت في بعض الأعياد ثم توقفت بعد ذلك بشكل نهائي. حدثنا عن هذه القصيدة. هذه ثاني نص أقدمه للفنان القدير أحمد السنيدار. كنا معا في وزارة الإعلام والثقافة في لجنة النصوص، فأنا كنت رئيس لجنة النصوص، الأغاني اللي تقدم للإذاعة صنعاء قبل ما يطلع يظهر التلفزيون بسنة، وهو كان معنا الله يرعاه كفنان يتكلم عن اللحن وعلى كذا. فقدمت له طبعا أنا الأغنية الأولى مشتاقة لك يا نجم فوق شمسان، دي لها قصة، ومع هذا كان أقعد وأنا طبعا موجود في صنعاء. وقدمت له النص غنم العيد يا حبيبي ودعني أرشف الثغر مرة تلو مرة، وقع العيد بهجة وابتسامة، العيد بهجة ومسرة، وادن مني ففي ثورة شوق وبلقياك سوف تخمد ثورة. قال آه جميلة باهرة، لحنها وسجلها في ذات صنعاء. بعدين يوم قال كان يسوق السيارة ومعه وكيل وزارة قد رحل الله يرحمه، فطلع الأغنية الكاسيت، طلعت الأغنية إلى أن وصل إلى وادن مني ففي ثورة شوق وبلقياك سوف تخمد ثورة. قال له ما هيك عد أنا روالي سنيد الكلام. قال له هذا الكلام الأغنية دي تتوقف. قال له ليش؟ للما ما فيها. قال له هذه سوف تخمد ثورة، هذه سياسة. يعني ارتبطت بثورة 26 سبتمبر. كان أنا ملكي يعني معقول. يخبط ثورة كم؟ ما يجي يخبط ثورة بالمغنية. فوقفوها في إذاعة صنعاء فترة يعني أعتقد. لما أسمعها بعدين أنا بعدها. فكلمني أحمد السنيدار بالحداث، قلنا والله قال قد مات الله يرحمه الوكيل. الله يرحمه. وبقيت الأغنية، وبقيت حتى في الديوان موجود.